هلا بالوقت الحالي حفيظة، اليوم اللي عم نشوفه الحركه تبع الاسواق بتفرجينا اصلا هي لمين عم تسعر. عم تسعر اكثر لترامب، خاصه من الاسبوع الماضي. الاسبوع الماضي بنلاحظ انه الاتجاه الصاعد للدولار اندكس، القوه اللي صارت بالدولار، ارتفاع النفط، الذهب ارتفاعه، هو كلهم كان عم بيسعروا اجمالا انه ترامب هو المهيمن او المسيطر على الانتخابات بالوقت الحالي. شفنا اليوم من بدايه هذا الاسبوع تراجع طفيف، ولكن هذا الشيء ما بيعني انه اليوم بعدها مش عم بتسعر فوز ترامب. ولكن ما ننسى بالانتخابات كل شيء وارد، يعني سبق وشفنا اليوم بالحمله السابقه او باخر انتخابات خاضها ترامب، شفنا كيف كانت بالاول ربحانه كلينتون، وبالاخير رجع هو تقدم عليها باخر لحظه وربح الانتخابات وقتها طلع رئيس بالمره السابقه. فالاحتمالات كلها وارده، ولكن الاسعار عم بتسعر هذا الشيء لانه السياسه الاقتصاديه او الماليه لترامب هي مربوطه بالتضخم، يعني سياسه تضخميه، فرح تؤدي لتضخم. مشان هيك الذهب عم يطلع، وهو قال انه الدولار هو سيف هيفن او ملاذ امن، فاذا شفنا الدولار كمان عم يطلع، وصل لمستويات 164 تقريبا. وكيف ستحرك برأيك الأسواق أيضا العملات الذهب كيف سيتحركون خلال هذا الأسبوع سواء بفوز ترامب أو بفوز كامالا هاريس؟ هلا الاثنيناتهم رح يعطونا رح يصرفوا مبلغ كثير كبير، يعني بغض النظر اذا كان مليار ونص ولا مليار وربع، في عنا صرف مبلغ كثير كبير رح يتم بالاسواق، وهذا الشيء بكل بساطه رح يقوي الانفليشن، رح يقوي التضخم. مشان هيك اليوم الملاذات الامنه للمحافظه على الفاليو او القيمه الماليه تبع الثروات تبعنا رح تكون من خلال الذهب، فمشان هيك من الطبيعي نشوف الذهب اتجاهه يبقى صاعد. فالاتجاه المتوقع للسنوات القادمة أو أتليست من هلأ للسنة الجاية للذهب والفضة، الاتجاه صاعد بغض النظر إذا ربح ترامب ولا كامالا هاريس، بس ترامب رح يكون أقوى للذهب، رح يعطي زخم شراء أكبر بالنسبة للذهب. بالنسبة للدولار اندكس الاتجاه بهذه المستويات محل ما نحن محددين هلا وواقفين، هذا الافرج الجيد يعتبر، الاتجاه صاعد لأنه كمان يعتبر ملاذ آمن. أما الأسواق وول ستريت إذا ما نفكر شوي صغير اليوم شو ممكن المؤشرات نستفيد منها أو شو ممكن تعمل، المؤشرات دائما بغض النظر مين ما كان الرئيس المنتخب دائما بتدعم الرئيس المنتخب لحتى ما يبين انه في مثل كانه شرخ ما بين وول ستريت والرئيس المنتخب. بلس ما ننسى ترامب اليوم كثير رح يدعم الشركات بالسياسه الاقتصاديه اللي بده يتبعها. نعم، هو سيدعم الشركات محليا، وهذا قد يعطي قوه بالنسبه للاقتصاد الامريكي وايضا بالنسبه للدولار الامريكي، لكن يريد ان يفتح جبهات سواء مع الصين او مع الاتحاد الاوروبي. واحنا في تقريرنا كنا تحدثنا عن الاسواق الناشئه، هل تعتقد ان قوه الدولار وقوه الاقتصاد الامريكي اذا ما فاز دونالد ترامب ستؤثر على اقتصادات الدول الناشئه الثانيه من بينها ربما الصين؟ اوكي، بالنسبة للدول الناشئة نحن بنعرف اليوم نحن على بواب او نحن بي لنقول بي بي سوفت ريسيشن، وعم نشوف اليوم شبه ركود، وفي عنا تراجعات، في عنا مصاعب اقتصادية بالعالم كله سوا، كان بامريكا ولا باوروبا ولا بالصين ولا بالدول الناشئة. ولكن مين بيستفيد بهيك اوقات؟ دائما الدول الناشئة هي اللي بتستفيد، لانه بتصير هي الهب للاستثمارات الخارجي عن نطاق التريد وورز، او اذا بدنا هذا المشاكل العالميه كلها سوا. يعني ترامب معودنا بكل انتخابات بكل رئاسه بكل فتره رئاسته كل يوم في اكشن، في عنا تغريده، في عنا قصه جديده، في عنا خبريه جديده، هذه الامور كلها سوا دائما في فولاتيليتي بالسوق وبتخلق فرص كثير كبيره بالاسواق. هذا الشيء نحن بنستفيد منه كمان هون بالدول الناشئه، لانه تمكننا نعمل تريد ديلز كمان مع الدول الاخرى، ان كان مع اوروبا ولا مع امريكا ولا مع الصين. اذا فاز ترامب كمان في عندنا ضغط كثير كبير رح يكون على الصين، لانه رح يفرض رسوم ان كانت جمركيه حتى ايفن على اوروبا لحتى يقوي الاقتصاد الداخلي تبع امريكا. وموضوع الضرائب، ترامب يريد خفض الضرائب على الشركات، في المقابل هاريس تريد رفع الضرائب، أي منهم سيكون أحسن من بالنسبة للاقتصاد الأمريكي؟ هل برأيك على عهد ترامب سيكون الاقتصاد الأمريكي أقوى؟ لا،
الفرق بيناتهم انه وحده الشورت، وحده بتكون على المدى القصير مفيده، وحده على المدى الاطول بتكون مفيده. يعني اليوم ترامب شو بده يعمل؟ بده يرفع التاكس على كل الدول الاجنبيه، على كل الايرادات اللي بتدخل على امريكا، كرمال يشجع اليوم يقووا الشركات الداخليه، كرمال يشجع انه العالم ترجع تستثمر وتشتري البرودكت الامريكانيه داخل امريكا. هذا شيء جيد جدا للاقتصاد الامريكي، لانه رح يخلق وظائف، رح يخلي الارباح اللي رح تصير يتم استثمارها مرة أخرى داخل نفس البلد، وهذا شيء جيد جدا. ولكن من ناحية أخرى شو إجي قال؟ أنه أنا بس أفرض هذه الضرائب، رح إجي خفض الضرائب عنكم أنتم يا شركات الأمريكانية. هذا الشيء بدنا نشوف ساعتها كيف بيرجع بيتعاطى مع الشركات، هل رح يرجعوا يعملوا ري انفستمنت يستثمروا مرة ثانية داخلا، أو رح تزيد الأرباح فقط؟ إذا رح تزيد الأرباح فقط لكن سياسة كمالا هاريس رح تكون أفضل بهذه الحالة، ولكن إذا رح يخلقوا وظائف ويرجعوا يفتحوا برانش جديدة ويصيروا يكبروا ويوسعوا من الأعمال تبعهم، هذا الشيء بيكون رائع، بتكون أفضل فترة اقتصادية. ولكن كله بيرجع كيف هو بده يتعاطى مع الشركات نعم. بالفترة الثانية، لأنه الفترة الأولى واضحة شو بده يعمل، الفترة الثانية هي اللي منا واضحة لحد هلا.